رحب فيكم مشاهدينا الكرام من جديد، وخلونا ننتقل إلى جمعية السلياك. اليوم إن شاء الله راح يكون في تفعيل يوم الوعي العالمي للسلياك لنشر الوعي المجتمعي بهذا المرض وتثقيف وتوعية مرضى السلياك، ولمعرفة معلومات أكثر عن هذا اليوم راح يكون معنا أكيد المدير التنفيذي للجمعية الأستاذة رحاب العيوني. نشوف الفيديو وبعد كذا نرجع لكم من جديد. بعد هذا المقطع متابعينا، خلنا نرحب بضيفتنا عبر الهاتف الأستاذة رحاب العيوني، أكيد بتعطينا تفاصيل أكثر عن هذه المبادرة. يسعد صباحك أستاذة رحاب، حياك الله. أهلا وسهلا، أحييك، صباحكم صباح الخير على الجميع. وصباحك أبكي الخير. في البداية خلينا نتكلم عن السلياك، ما هو السلياك؟ السلياك أو ما يعرف بالداء البطين الزلاطي هو حالة مرضية مزمنة غير معدية، يعرف بأنه مرض جيني، أي لا يحدث إلا بوجود جين الإصابة وراثي ومناعي، والتي يتعرض فيها الجسد إلى استجابة مناعية إفراز أجسام مضادة ضد مادة الجلوتين. طبعا هالمرض يصيب الجهاز الهضمي في الإنسان، وبالتحديد يصيب الأمعاء الدقيقة، ينتج عنها تضرر في والتهاب في أهداب، أو كما يطلق عليها خملات الأمعاء الدقيقة. ممتاز. طيب أستاذة رحاب، لو تعرفين مع المشاهدين عن أبرز الأعراض اللي إحنا نقدر نكتشف من خلالها إصابتنا بهذا المرض. أعراض مرض السيلياك تتجاوز 200 عرض، وهي تختلف وتتفاوت في حدتها من شخص إلى آخر، بل أنها في بعض الحالات تكون يعني يكون المريض لا يعاني أي أعراض، ولكن يوجد هناك ضرر في الأمعاء. راح أذكر منها الأهم أو الشائع عند المرضى. أول عرض اللي هو الإسهال المزمن، أكرمكم الله، نقص غير مبرر في الوزن وغير مخطط له، غثيان وتقلصات في الأمعاء وفي الألم المعدة، التعب والإرهاق، التهاب الجلد، حساسة العظام، ونقص أو فقر الدم عفوا. جميل. السلياك يعني بمفهوم أبسط اللي هو الشخص اللي يعاني من أي منتجات فيها الجلوتين، صحيح؟ يتحسس أو جسمه يكون عنده رياكشن ضد أي منتج فيه جلوتين. طيب خليني أسألك عن المرحلة العمرية، هل هي تكتشف من البداية ولا على مدى بعيد، وخصوصا مثل هذه الأمراض أو مثل هذه الإشكاليات؟ يعني البعض يعتقد أنها عادي وأنه يتحسس من هذا الأكل فقط. والله بالنسبة للفئات العمرية هي ما لها أي عمر محدد، يعني قد يكون شخص طول عمره سليم ولكن في 60 يصاب به، وقد يصاب به يعني الأطفال في عمر صغير جدا. ممتاز. طيب بعد ما أخذنا نبذة عن هذا المرض أستاذ رحاب، لو تعرفينا أيضا عن إنشاء جمعية أكيد للعناية بمرضى السلياك، لو تكلمونا عن رسالة هذه الجمعية وأهم الأهداف اللي أنتم حابين تحققونها من خلال إنشاء هذه الجمعية. طبعا جمعية السلياك هي جمعية أهلية غير ربحية، معنية بتوعية وتثقيف المجتمع والمصابين بالمرض. الرسالة هي رسالتنا الريادة في تحسين جودة حياة مرضى السيلياك. أهم هدف من أهدافنا التوعية وتثقيف المجتمع، لأنه الوعي في المجتمع عن مرض السيلياك جدا قليل مقارنة بعدد المصابين فيه في المجتمع، فإحنا نحتاج أنه على أول مرحلة أنه نوعي المجتمع، وأيضا نضمن حياة جيدة لمرضى السيلياك، وذلك بتوفير خدمات جدا كثيرة لهم. جميل. بما أنك ذكرت الخدمات، ما هي الخدمات اللي تقدم لمرضى السلياك والخدمات اللي يعني تعملون عليها مستقبلا؟ بإذن الله. أهم الخدمات الموجودة في جمعية السلياك هي وجود عيادة تثقيفية مجانية،
هذه العيادة توفر عدد من الخدمات، منها جلسات استشارية فردية وجماعية للمرضى، أيضا إعداد برنامج غذائي متكامل للمصابين، إعداد دورات أو تنفيذ دورات تدريبية لقراءة المنتجات، لأنه المضمون في مرضى السيلياك اللي هو القدرة على القراءة الصحيحة للمنتجات النيوتريشن فاكت يعني. ممتاز. طيب عندك إضافة ثانية سيدة رحاب؟ برضو أيضا في عندنا في العيادة إن شاء الله راح يكون في قدرة على تحويل بعض المرضى إلى مراكز الاستشارات الأسرية وأيضا إلى مختبرات تحاليل، وذلك بأسعار معينة يعني. ممتاز. طيب سيدة رحاب، هل لكم تواجد منصات مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا لبعض الأشخاص اللي عندهم هذا المرض ومو عارفين مثلا أنهم طريقة التواصل معكم، أو مو عارفين عن هذه الجمعية اللي تعنى بتقديم خدمات لهم، كيف ممكن يتواصلون معكم؟ وين تتواجدون بالسوشيال ميديا؟ احنا موجود عندنا حساب في تويتر، وموجود عندنا انستغرام، برضو في لنا موقع خاص فينا، في لنا ايميل للاستفسارات الشكاوي، اي استفسار يخطر على بالك، وبرضه في رقم جوال موجود عندنا. جميل. طيب خليني اسالك عن المعونات اللي تقدم لمرضى السيلياك. يوجد والله معونتين من لمرضى السيلياك. المعونه الاولى اللي هي دعم مادي من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بمبلغ شهري قيمته 833، وفي أشخاص كثير من مرضى السيلياك ما يعرفون هذه المعلومة. يلزم تقديم على الإعانة تقرير طبي معتمد من المستشفيات الحكومية أو الخاصة المعتمدة من الوزارة، يوضح فيها الحالة الطبية وتاريخ الإصابة. طريقة التقديم يكون أونلاين عن طريق التأهيل الشامل في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. أيضا يوجد دعم من الوزارة اللي هو الدعم الغذائي من وزارة الصحة لتوفير منتجات خالية من البروتين للمرضى، يلزم أخذها تقرير طبي وملف من المستشفيات الحكومية. ممتاز. أكيد. يعطيك العافية سيدة رحاب، وشكرا لك، وشكرا لكل القائمين على هذه الجمعية، وبإذن الله من خلال هذا اليوم العالمي للتوعية في أكيد المرضى السيلياك نقدر نوصل لمستوى الوعي المطلوب. شكرا لك رحاب بنت حمد العيوني المدير التنفيذي لجمعية السيلياك، يعطيكم ألف عافية وموفقين بإذن الله. أكيد. حقيقة شدني موضوع التقديم على الطلب المعاناة اللي فيه.